هو استهدفوني انا بالذات، ما كانوا يتمنوا يستهدفوا ناس كتير، بس يمكن اكون انا اول واحده اتكلمت، والحكايه كانت بالصدفه ان انا ضيفه في برنامج على الهوا. البرنامج ده كان بيذاع على الهوا من لبنان، اسمه انا والعسل. فقالوا لي كان بعد بالظبط تولي انا والعسل ده بتاع دكتور مرسي. ايوه بتاع نيشان. بعد تواليه باسبوع، فكان لسه الناس في حاله صدمه، لسه ما حدش قال حاجه، لان هو تولى الحكم في رمضان. فانا كنت بعدها باقل من اسبوع، يعني 6 ايام من توليه الحكم، كل الناس كانت في حاله صمت وحزن وغم وسكوت. يعني لسه ما حدش عارف، حزن وصمت بجد، ما حدش لسه أخذتهم عارف رد فعله ايه، اخذتهم الصعقه يعمل ايه. فانا اول ما قال لي نيشان مع بدايه الحوار، انا مش راح اتكلم، كنت في السياسه، ده برنامج فني، فبيقول لي مبروك انه جالكوا رئيس جديد. لقيت ردي سريع جدا، قلت له احنا ما عندناش رئيس. الله على الرد. قال لي ازاي مش جالكوا الرئيس مرسي؟ قلت له لا، ده مش رئيسي ولا اعترف بيه، واللي حصل ده شجاع شيء جدا. وبدري حصل شيء فيه غلط، ممكن يكون تزوير، تغيير، ايا كان المسمى، بس انا احساسي انه حصل شيء غلط. ما عنديش حاجه في ايدي شواهد تقول اذا كان ده غلط ولا صح، لكن انا بقول حصل شيء غلط. قال لي بس ده خطر الكلام اللي بتقوليه ده، انت بكره مسافره على مصر؟ قلت له مسافره الصبح. قال لي ده انت ممكن ما تدخليش البلد، خليكي في بيروت. قلت له لا، انا رايحه وعايز اعرف كبيرهم ايه. فهو لما لقى ده بدايه الحوار فطبعا صباح الخير يعني ما اتكلمش في الفن خالص بقى. كمل معاك ازاي؟ كمل. طب ايه طب بقى؟ ده شاطر برضه. قلت له اولا احنا مش هنقبل ان اي ناس بتتاجر باسم الدين انها تتولى حكم مصر. انت ازاي بتتكلمي بالجرأة دي؟ بتراهني على ايه يعني؟ تنبأتي، حلمتي، تخيلتي ايه؟ ايه يعني شواهدك؟ قلت له انا براهن بالشعب المصري، الشعب المصري لن يقبل، وانا واحده منهم، واديني بتكلم، وبكره تشوف ناس كتير هتتكلم واحنا مش هنسكت. قال لي يعني؟ قلت له يعني هم مش هيكملوا سنه. الفيديو ده موجود والناس بتقعد تتناقله وتقول لك ازاي تنبأت؟ انا ما هي جت على لساني كلمه دول مش هيكملوا سنه، هي جت على لساني وما تسالنيش عملوا معاك ايه انا قلتها لما رجعتي. كل انواع السفلات الممكنه والغير ممكنه على ان اتقالت على قناه الحافظ. اوكي. فانا بدايه رفعت قضيه على القناه، وانا اعتبر ان انا خدت حكم تاريخي، لان انا سالت، ما فيش في العالم كله قناه قفلت بحكم محكمه غير الحكم اللي انا خدته على قناه الحافظ، اغلقت بحكم محكمه، وشكرا للقضاء المصري العظيم بجد، يعني موقفه الشريف المحترم. خدت حكم بغلق القناه 6 شهور. طبعا انا سجلت لهم، بيكلموني يهددوني، بعدين لما لقوا مفيش فايده من التهديد بداوا يحاولوا يستقطبوني، وبعدين بداوا يرشوني. طب تاخدي كام وتتنازلي عن القضيه؟ قال لك كده؟ طبعا انا مسجله له الصوت ده. تاخدي كام وتتنازلي عن القضيه؟ يعني هي واحده من الوسط اللي معروف ان هي لا تخشى فيما تقتنع به، سواء بقى حق او مش حق، هي بتقول اللي هي عايزاه طالما ان انا مقتنعه. بالظبط كده، انا بقول فيما تقتنع. فقالوا لي طيب نبدا معاكي بمليون دولار وتتنازلي عن القضيه. مليون دولار؟ على فكره ما كنتش بشتغل، يعني كنت في امس الحاجه لل 100 دولار وقتها. فقلت له انت بتديني الفلوس دي ليه؟ قال لي انت ليه تقطعي عيش الناس، تقفلي قناه، هتستفيدي ايه؟ في موظفين كتير. قلت له طيب حضرتك الحكم ده ب6 شهور بس، مش طول العمر. لو اديت الموظفين بتوعك المليون دولار اللي انت عايز ترشيني بيهم، مش كانوا ينبسطوا قوي؟ وده اكتر بكتير من اجورهم بالتاكيد. بدات بقى قله الادب. قال لي الله، ده انت مفيش فايده بقى معاكي. احنا نقدر نعمل ونعمل ونعمل وسفلات لا تصدق. طبعا صعب ان انا اقول ده يعني في الاعلام ولا في اي حته يعني.